الاستثمار في الموارد والطاقات الشابة من خلال ضمان وتطوير التكوين، والتوجه أكثر نحو تعزيز الاختصاصات العلمية والتكنولوجية في المدرسة الجزائرية، هو ما أكده وزير التربية والتعليم في حفل نظم إحياء ليوم العلم بثانوية محمد مخبي للرياضيات بالعاصمة. الدولة ماضية في توجه علمي تكنولوجي لما له من أهمية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ونحن مظن إن شاء الله بمجهود وطني رصين وثابت. وفي إطار التدابير المتخذة بهدف الاهتمام بالتلاميذ المتفوقين من خلال برامج متخصصة، كشف بالعابد عن توجه وزارته نحو إنشاء ثانويات متخصصة أخرى في الرياضيات لتكون أقطاب امتياز في المجالات العلمية. تسعى وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار إلى إنشاء ثانويات متخصصة في الرياضيات، إضافة إلى تلك المنشأة المتواجدة بالقبة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تشكيل أقطاب امتياز متجانسة مع تواجد المدارس العليا في مختلف الولايات. المناسبة كانت فرصة لتكريم التلاميذ المتفوقين في أولمبياد الرياضيات لسنة 2021، وآخرين تميزوا في المسابقات العالمية للذكاء الاصطناعي.